مستقبلنا بخير، والأردن بيستاهل كل الخير. ولذلك لكل أردني وأردنية أقول ارفع رأسك، ارفع رأسك بكل شاب وشاب يحقق نجاحا يتوج جبينه كل صباح ومساء، وبكل طفل يتعلم كلمة، وكل معلم يؤدي أنبا الرسالة. ارفع رأسك بكل أردنية وأردني مثابر مؤمن بعمله أمين على وطنه. ارفع رأسك بعمان عاصمتك التي ضمت أبناء البلد الواحد وجمعت أحرار العرب، فصارت موئلا ومقصدا لكل العرب. ارفع رأسك فقد رفعت راية الأردن في كل محافظة ومدينة وقرية وبادية ومخيم، احتضنت الملهوفين والمظلومين، وكانت الحمى لهم، وشاركتهم كل ما لديها حين ضاقت عليهم أوطانهم وتركوها رغبا عنهم. ارفع رأسك لأنك رفعت راية الأردن في ميادين العمل الإنساني في أرجاء العالم المنكوبة. ارفع رأسك لأن في قلبك نسر، يا أيها الأردني الباسل تتحمل المسؤولية وتضحي، وقلبك دائما على وطنك وأمتك. ارفع رأسك لأن في كل أسرة أردنية معاذ نفاخر به. ارفع رأسك لأن العالم كله يقف احتراما لك، فقد بنيت هذا البلد بيديك وكتبت مجده وتاريخه ليكون عنوانا ناصعا لأمتنا، وليكون صرحا في الإنجاز أمام العالم كله. والأهم أن ترفع رأسك لاستشراف المستقبل الذي يجسد طموحاتنا الكبيرة، وبإمكاننا أن نحقق ما هو أعظم بكثير. ففي كل طفل وشاب وجندي وأم وعائلة وحي ومدينة قدرات بإمكانها أن تحقق لهذا الوطن ما لم يحلم به أحد. فالأردنيون والأردنيات حدودهم السماء، وما كان قدر هذا البلد يوما إلا أن يكون بداية لما هو أعظم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.